مجددة الحبة بكم مشاهدينا وباسمكم أرحب بالسيد بوتشيش الهاشمي نائب رئيس فريق المولودية الوجدية لكرة السلة. أهلا بك. مرحبا بك الأخت سهام ومرحبا بالطاقم الإداري والتقني لبرنامج كرونو 26. أهلا بك. إذا مشاهدينا كيف ما قلنا في هذا الجزء من البرنامج لأول مرة كان نخصه لهذا الموضوع، موضوع المولودية الوجدية والجامعة الملكية المغربية بخصوص العقوبات اللي فرضتها الجامعة على فريق مولودية وجدة، والأشياء أخذت أبعاد أكبر ربما من يعني مشات لواحد الأبعاد ربما تقدر تكون أخطر على الفريق وعلى السمعة ديال الكرة السلة الوطنية حتى دوليا. فلهذا أنا اليوم أستضيف نائب رئيس فريق مولودية وجدة للحديث على هذا الموضوع. قبل إن الموضوع عرفناه والكل كيعرفوه، جميع المتتبعين كتعرفوا، فهو موضوع تزوير مع الأسف خطأ من بعد تخذت عقوبات ديال الجامعة الملكية، فرضت عقوبات الفريق المولودية رفضها شكلا ومضمونا، من بعد وصلت للمحاكم ومن بعد المحكمة فصلت في المضمون وفي الشكل لصالح الجامعة الملكية المغربية. لا الآن هاد الشيء اللي وصلت له الجامعة، يعني هاد الموضوع، هاد البعد اللي خدا هذا الموضوع، فهو مبقاش بعد رياضي، مبقاش كيحمل قيم كرة السلة الوطنية. فلهذا أنا أستضيف اليوم نائب رئيس للحديث باسم الفريق، وكنتمنى منك توضح لنا هذا الشيء للجمهور الكريم قبل ما نعطيو الكلمة للسيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير خلق أجمعين. أولا في البداية لا بد من تقديم جزيل الشكر لكل من ساندونا من جمعيات رياضية ومجتمع مدني وسلطات ومنتخبين بمدينة وجدة وخارج مدينة وجدة في دفاعنا عن نفسنا ودفاعنا عن مطالبتنا بحقنا. أول نقطة انطلق منها هو تصحيح معطى أن المحكمة لم تحكم، وغدا ستكون الجلسة الأولى لمضمون القرار الإداري لتخطو الجامعة ديال 15 مليون. إذن المحكمة فصلت في الملف في الاستعجالي، درنا جوج قضايا. نعم. درنا القضية الأولى إيقاف تنفيذ نصف النهاية. على اعتبار أن نصف النهاية هي غير مشروعة. نعم. وبالتالي فالقاضي الاستعجالي نعم نظر بأن بما أن العملية اللعبة أو نصف النهاية تلعبت، فقد قرر بأن إيقاف التنفيذ أصبح غير ذي معنى. وبالتالي فالطابع الاستعجالي تحيد وغادي يضم الملف ديال المضمون اللي هو الغاء القرار الاداري. ولكن نتفقوا على واحد الحاجه المحكمه، انا ما بغيتش نعطي الكلمه الرئيس الان لان نتحدث معك، المحكمه فصلات، انا على حسب المعطيات اللي وصلوني وحتى البلاغات اللي وصلوني، انا المحكمه فصلات رفضت الموضوع شكلا، ربما مضمونا شيء اخر، رفضته شكلا لان ربما طريقه الدعوه ما كانتش مقبوله، ربما ترفضت شكلا في المضمون، هذه قضيه اخرى. وحنا مازال كنستمروا في الاشياء اللي كتبعدنا على مبادئنا الرياضيه. انا كان نعاود نطلب منك توضح لنا المشكل وتوضح لنا علاش خدا هذا الشكل وبعد على قيمته. بطبيعه الحال انا هنا باش نوضحه. المشكل كان صغير، المشكل كان صغير. هو ليس بصغير لأنه ده زوير. صغير صغير، مشكل صغير، نعتبره مشكل كان في النطاق الرياضي. نعم. كان في النطاق الرياضي. من عمل على إخراجه من النطاق الرياضي هو هذاك الغرامة الكبيرة اللي تفرضت على الفريق ديال مولودية وجدة. وهذا الغرامة وثانيا طريقة اتخاذ القرار. اتخاذ القرار بالنسبة إلينا كمولودية وجدية لم يكن مقبولا شكلا، فالمكتب الجامعي ليس من صلاحياته أن يتخذ هذا القرار، على الرغم أن المادة 21 من القانون الأساسي تعطي الصلاحية للمكتب الجامعي للنظر في القضايا الغير متوقعة أو القوة القاهرة، وهذا ليس موضوع ديال القوة القاهرة، ولكن
الدستور القانون الأساسي دستور، خصو قانون تطبيقي، والقانون التطبيقي كاين في الارتيكل 32. الارتيكل 32 كيقول باللي انه لو بيرو فيدرال بار ديليغاسيون دو بيرو فيدرال لي كوميسيون كومبيتونت ستاتي دون توت لي ليتيج كي ريليف دي كومبيتونس دو لا كوميسيون اي كومبري لي كا امبريفي. يعني حتى هذه الحاله اللي اعتبرناها كامبريفي كان خص لا كوميسيون تستاتي فيها وتعطي الراي ديالها وتفرض علينا 20 مليون او 15 مليون وحنا غادي نطعنوا فيها امام الجوري دابيل وغادي هو يوافقها او ينقص لنا الغرامه. وفي هذه الحاله كذلك نطعنوا فيها المكتب الفيدرالي. وبالتالي في القرار اللي اتخذ من طرف المكتب الجامعي لغنا واحد الحق اساسي حق عالمي هو حق الدفاع وحق الطعون في القرار. يعني لقيت اللي اتخذ القرار على المستوى الفوقي يعني خرجنا عمليا اننا ما يمكنناش نستمروا في اطار الجامعه، لان القرار ديال رئيس الجامعه كيقدر يلغيه غير قرار اداري ديال المحكمه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي مساله الغرامه. احنا نعترف بالخطا، مهمه جدا نعترف بالخطا، لانه ليس بخطا كيف ما قلتي ليس بخطا صغير، لانه خطا تزوير وانتحال صفه، فهو ليس بالخطا الصغير. نعم نعترف بالخطا، خطوه ايجابيه، مهم جدا. نكمل معك مسألة نعترف بالخطأ. لم نقل عكس ذلك أبدا. لا، لأن تداولنا أو تداولت مجموعة من الصحف ومن الجرائد ومن الإذاعات أن الخطأ أو هذا خطأ جاري به العمل وهذا أخطاء معروفة في المغرب. لا، ربما في حالات أخرى. إحنا لا نناقش الحالات الأخرى، إحنا اليوم نناقش أنه خطأ وقع. هذه مهمة، وقع ونعترف بالخطأ. لا، نعترف بالخطأ إداريا رغم أننا ما كانش عندنا مسؤولية مباشرة وقلنا بأن المدرب هو اللي قام بهذه العملية، ولكن إداريا احنا نتحملوا مسؤوليتنا. نعم. وضيور احنا هنا باش نتحملوا مسؤوليتنا، ولكن أخلاقيا راه كنعسوا على خاطرنا باسكو احنا اوني با احنا اوني كونتر هاد العمليات هذه، ما يمكنناش نعترفوا بها وما يمكنناش نتقبلوها. وضيور أول إجراء درناه هو أقلنا المدرب. نعم. ووقفناه من الممارسة ديال العمل ديالو. ولكن نقول بان هذيك الغرامه الماليه ديال 15 مليون لا اساس لها قانوني. لان علاش؟ لا، هي في القانون بلاتي باش نشرح لك. في القانون تحدد الصلاحيه للمكتب للبث في قيمه الغرامه الماليه. هذا القانون انا لا ادافع على احد، ولكن هذا القانون انا حضرت ليه ما تدمش في هذه الجامعه، فهذا القانون ما حطاتوش هذه الجامعه، فهو تحط هذه 3 سنوات او 4 سنوات جات القوانين الانظمه وصادقوا عليه الانديه فيه الغرامه كيبت فيها المكتب الجامعي. انا غير للتوضيح باش هذه نناقش فيها، وهذا الشيء اللي غيعطي التوضيح اكثر فشي هو السيد الرئيس، وانا كنطلب منه الان يعطينا الموقف ديالو كجامعه ملكيه مغربيه مشرفه على تسيير الفرقه الوطنيه وكره السله الوطنيه. وبالنسبه لما جاء في الكلام ديال الاخ هاشم هو انه ديما كنسمع رئيس الجامعه. اولا باش نوضح لك السيد هاشم هو ان الجامعه مكتب الجامعه كانت راس الجامعه وكانت راس الاجتماعات المديريه ديال المكتب الجامعي، وهذا معروف لدى جميع الانديه ولا اللي كتشكل الاساس ديال كره السله المغربيه. هو كيكون واحد كتوضع واحد النقطه للمناقشه في المكتب الفيدرالي كيتصوت عليها، والرئيس فوقاش كيكون الدخل ديالو ولا قرار ديالو كيكون في وقت التعادل. الا كان واحد جوج ديال الفرق الاطراف اللي وصلوا للتعادل الرئيس كيميل كفه على كفه، والرئيس اللي المهمه ديالو هو تطبيق قرارات المكتب المديري. نعم. وقوف على تطبيق ديك القرارات. باش نوضحوا بان ماشي مصطفى اوراش، ومصطفى اوراش ما عنده حتى شي حاجه مع المولوديه، العكس سي توفيق رئيس المديره صديق ديالي، والسي بلهاش راه يعرف مصطفى اوراش شحال كيبغي المولوديه. مرحبا. راك كتعرفها مزيان من الصعود ديالكم القسم الوطني الاول، وانت كتعرفوا علاقتي بالمولوديه الوجديه ماشي اليوم عاد، ولكن ملي كتوصل لشي قوانين ولا شي مشاكل المولوديه واجده اليوم تقول او الاشياء اللي هضرنا فيها في الكواليس هو اننا كنتحدثوا
على جوج الفرق، ما اننا كنتحطوا على فريق ملوديتي وفريق والجامعه الملكيه او المكتب الجامعي اللي ما فيش غير مصطفى اوراش. حنا كنتحطوا على هاد جوج الناس، ما كنتحطوش على فريق شباب الريف الحسيمي، باش نوضحوا الامور. لا كنعطيه علاقتي كرياضي في منظومه كره السله، وعلاقتي كتار كرئيس لا. جامعه كره السله، يعني بشحال امور اللي استشر معايا مع المولوديه الوجديه، وبشحال من جلسه كنت معاهم، بشحال امور اللي تناقشت معاهم، وبشحال من نصائح اللي عطيت من اجل ان المولوديه الوجديه تكون، لان المولوديه الوجديه عندها واحد التاريخ اكيد، ما يمكنش حنا جميع الرياضات ما يمكنش الجماعية. اي واحد في المنظومه كره السله ينكر تاريخ المولوديه، ينكر تاريخ المولوديه والمسار ديال المولوديه الوجديه، ولكن وقع واحد خطا. نعم، هذاك الخطا احنا جاتنا معلومات من وجده بان هاد اللعيبه راها كتلعب ويمتح لها صفه اخرى كتلعب، يعني ما حنا مشيوش عارفين غتلعب في ديك المقابله اللي غتمشي للجامعه بالثقل ديالها لديك المقابله، باذن بان هاد الحاله متكرره، ديجا عطاونا معلومات عليها بان هاد اللعيبه لعبت قبل، وسي الهاشمي هادشي راه موجده جاي باش نكونوا واضحين، راها لعبت في وجده وهنا ودي فيديو تعطاونا ودي فوتو، ولكن ما يمكنناش هذوك دي فيديو واش نعرفوا مقابله رسميه، لان من بعيد وتليفونات ما يمكنناش نحكموا. يعني فاش اجتمع المكتب المديري انه بواحد السريه تامه انه هو يشوف هاد الادعاءات، ارسل المصور ديال الجامعه بلي فيديو، وكانت لجنه سور بلاس في مكناس اللي تبعت ديك المقابله، وتا شافوا دوك داك اللاعبه كاينه في وسط المقابله، عاد عطاو الايد للحكم انه يوقف ديك المقابله ويستدعي داك اللاعب باش يتعرف على الهويه ديالها. حنا نتجاوزوا كل هاد الشيء هذا، نمشيو للقرارات باش ما نقدروش باش ما نطولوش على المشاهدين الكرام، هو انه القرار مشى رياضي، تعطى اللجنة التأديبية. نعم. اللجنة التأديبية خذت القرار من وصلت الغرامة، لقات أموند ذاك القرار، ذاك القانون ماشي حنا اللي درناه. يعني من هاد التجارب هاد الفراغات اللي كاينة في ذاك القانون، يمكن غنسدوها مؤخرا ونعطيوها للجمع العام باش يصوت عليها، باش أنه يتحدوا الغرامات من هنا الفوق، باش كل واحد يعرف العقوبة ديالو. مجموعة من القوانين والأنظمة بالجامعة. كاين القوانين اللي غتعدل، تعطات لاموند، لاموند تتحل الملف الغرامة إلى الجامعة. نعم. المكتب الجامعي. نعم. البونت 32 اللي هضرت عليه كيقول بار ديليغاسيون، شكون اللي كيديليغي لليجان؟ سي لا فيديرال، البيرو فيديرال. بالقانون. بالقانون كيديليغي لهم، يمكن يديليغي لهم، ويمكن حتى قضية أن أخرى ما يديليغيهاش لهم. يشوف على حسب الحجم ديال القضية. راه ماشي كلشي القضايا غيديليغاو لذاك لا كوميسيون. إذا كانت قضية اللي غريبة على المنظومة كرة السلة المغربية، كتشكل واحد الخطر على كرة السلة المغربية، راه يدخل فيها المكتب الجامعي مباشرة، هيحسم فيها. هذا هو ذاك البوند، المفهوم ديالو يمكن تفهم خطأ. أما الجامعة اللي كتعطي واحد لا ديليغاسيون لدوك الليجان باش تخدم، وممكن أنها الجامعة ما تعطيش ملف لذاك تكلف به شخصيا وعاد تحل ذاك المشكل، اللي ذاك المشكل ما بغيناش حنا كرة السلة المغربية. راه كيما كانت الفرقه، ماشي كنهضر على المولوديه الوجديه، ما بغيناش كره السله، وحتى انتم كمكتب ديال المولوديه الوجديه ما بغيناكمش انكم هذا المشكل هذا يخرج بزاف، حنا خليناه في نطاق الجامعه. اما بالنسبه لنقطه المدرب، ان الحكم في ورقه التحكيم ما عندناش مدرب، وفي لي ليسونس اللي تحطوا في لا طابل كاين ان ستاتيسيان، ما كاينش مدرب، فهمتي؟ وحتى الاعتراف ديال العامده اللي كانت بانها هي كابيتانا ديكيب وهي اللي كتجري المقابله، اعترفت بخط يديها انها فعلا دخلنا بنت في بلاصه بنت بلا ليسونس بنت اخرى، فهمتي؟ والاعتراف ديالهم ديال بعد مجيء الامن، لان اللاعبه ما بغاش تعطينا الهويه ديالها، وبعد جاو الامن انها عطتنا الهويه وتعرف عليها الناس ديال الامن وعطاونا الاسم ديالها والبطاقه الوطنيه لانها كتنتمي لواحد النادي الاخر. هذا هو المضمون علاش ان المكتب الجامعي، والمكتب الجامعي ربما عتقول 15 مليون كبيره، ولكن باش ما تكررش هاد الافه في وسط كره السله، الا جينا حنا راه حنا ماشي جينا كنقطعوا اليدين، جينا كنطبقوا، هي كنطبقوا ذاك القانون اللي كاين اللي وضع، ولكن حنا في طور تعديل هاد القوانين باش تحدد الغرامات وتحدد حتى الانواع، وتكون
حتى الانواع ديال الانديه ديال تكون واضحه حتى الانواع ديال الغش اللي شفناها في هذه المده اللي سيرنا الجامعه ديال سنه واربعة اشهر، راه سنه واربعة اشهر ما يمكنناش نعدلوا جميع القوانين، ما يمكنناش نعدلوا، كانوا اصلاحات، كانوا عقوبات، كانوا السنه الفارطه، كانوا انديه اللي تعاقبوا هذه السنه، يعني نحاولوا نفكروا في منظومه كره السله نصلحوها في المغرب، لان الا ما كانتش واحد القاعده سليمه نعم ما يمكنناش نزيدوا القدام. نعم هذا هو المشكل. هو الاساس بالنسبه لنا، متفقين مع السي مصطفى انه خص قاعده، لا خص قاعده سليمه، نعم، وخص نيه سليمه، وخص اعمال سليم. هذا ما كان راه السي مصطفى دابا كيقول لك يجي الجمع العام ونحدوا الغرامات. عيد الغرامه مازال ما محداش. لا انا جاي، انا جاي اسمح لي نشرح لك باش تعصب عليها بالوقت. قلت لك كاين داك في الانظمه العامه كاين غرامه غير محدده، وعندنا البند اللي كيعطي الصلاحيات للمكتب الجامعي انه يحدد ديك الغرامه في حاله ما كانش تما. هنا قلت لك باش ما نبقاوش نطيحوا مع الانديه هذا المشكل، يقول لك لا جا الرئيس حددها من راسه ولا دار غرامه كبيره. قلت لك في المستقبل سوف نغلق دوك الفراغات، الثغرات اننا في الجمع العام غنحاولوا نحدوا واحد الغرامه ماشي هي لهاد الافه، نحطوا بزاف ديال المشاكل اللي وقعوا، بزاف ديال الامور اللي كتسيء لكره السله المغربيه، ان نديروا غرامات محدده باش مره اخرى ما نبقاوش يتهموا نعم. المكتب المديري نعم. ويتهموا انه الرئيس ولا شي واحد نعم. ولكن ما كان فيش ان المكتب المديري له الصلاحيه باش يحدد الغرامه كي على حسب الحجم ديال الخطا، لان الخطا راه فظيع 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 كبير بالنسبه للجميع. بكل صراحه اسمح لي نعم. بكل صراحه تفضل. بكل صراحه الغرامه لا يمكن ان تكون مزاجيه ولا يمكن ان تكون فورفيتير، ما كايناش في شي قانون في العالم. اسمح لي اسمح لي باش نكونوا واقعيين، راه المغرب فريق الوطني لكره القدم والجامعه الملكيه لكره القدم تلغى القرار ديال الكاف لانه كان فورفيتير. نقول لك اشنو اسمح لي، كاين شكل اخر ديال هذاك القرار، لانه كان كيربطهم عقد وهذاك العقد فيه غرام او فيه ان كوشون ولا فيه شرط جزائي. دونك الامر كيختلف. لا غير اسمح لي الامر كيختلف. حتى حنا الامر راه لو ميم، علاش؟ لان هذيك الكونفونسيون اللي كاينه ما بين المغرب وما بين الاتحاد الافريقي اللي حدد الشرط الجزائي راه هو اللي وحنا بيننا وبين الجامعه القانون الاساسي والقانون لي ريغلومون جينيرو. حنا بالنسبه اللي كيربطنا كذلك مع الجامعه سي لو ميم، يعني دابا لي ريغلومون جينيرو الا كاين نص على غرامه يعطيها لنا يحكموا علينا بها، الا ما كاينش على غرامه خاص اصلاح القانون لي ريغلومون جينيرو باش يمكن يحدوا الغرامه باش تلغيو الطابع المزاجي. لان علاش؟ لان هذه العمليه صعيبه وخطيره جدا. اسمح لي فكره، نقدر نمشي معك في هذا الطرح. نمشي معك في هذا المطرح، اسمح لي يا سي واخا سي مصطفى، انا غنمشي عليك. لا اسمحي لي دابا، راه هو قالها كيربطنا كتربطنا مع الجامعه مع الانديه انظمه عامه وقانون اساسي صدقت علينا الانديه، ما كتربطناش عقده اللي كتحدد الغرامات شروط جزائيه، ولكن القانون الاساسي اللي صوتوا عليه الانديه كيعطي الصلاحيه للمكتب في الماده 21. اسمح لي، لا اسمح لي دابا لا كاين ماده 21 كتقول لك الا داروا واحد الماده كتقول لك الا في حاله ما كايناش شي حاجه في الانظمه العامه ولا شي قوه قاهره ولا شي حاجه ما واضحاش في الانظمه العامه كيعود الامر الصلاحيه التامه ان المكتب المديري ديال الجامعه هو يحدد ويقرر في ديك النقطه. يعني راه ما خرجناش على القانون، من الانظمه العامه عطتنا الحق، عطات الجديبيه انا الحق دوز للمكتب الفيدرالي. انا بغيت نعقب على كلمه اخرى هي المزاجيه. انا ما كنظنش، انا كنتحدث دابا الان وكنطلب منكم يعني بجوج يعني كفريق وكجامعه اننا كنلغيو يعني ربما الاشياء اللي كتخلينا نظنوا الأسوأ في الاخر ونمشيو بالنيه الرياضيه السليمه اللي عندها اللي هي كتربط يعني الطرفين معا اللي هو الفريق والجامعه باش
يعني يكون حل لهذا المشكل، لان مولوديه وجده حنا كنتحدثوا على منطقه الشرق، وكنتحدثوا على منطقه وعلى مدينه اللي كتعيش واحد الصحوه رياضيه بعوده المنتخب، عوده الفريق لكره القدم القتم الاضواء، وبالموسم الممتاز اللي بصبت عليه مولوديه وجده في كره السله. فاليوم كنتجردوا من جميع الحساسيات، وكنعترفوا بالخطا كيف ما سبق وقلتي، وكنقلبوا على حل المشكل يعني في الايام المقبله. نعم بسم الله. المهم بالنسبه لنا الحل، باش نتفاهموا، الحل قبل ما نمشيو، الحل هو اولا نعم ان تؤمن الجامعه. نحن نحدد الرئيس، حنا حينما نقول الرئيس لانه هو المسؤول، هو المسؤول المباشر عن الجامعه، ان تحترم الماده 5 من القانون الاساسي اللي كيتكلم على مبدا الحوار. نعم طالبنا بالحوار مع الجامعه ورفضت. مبدا الكومينيكاسيون التواصل، مبدا احترام القانون. لا زال لنا اختلاف في الماده التي تحدث عنها الرئيس، وهذه شكون غادي يفرق بيناتنا؟ يفرقوا بيناتنا الناس المختصين في هذه العمليه هذه. دونك غادي نخلي هذه مساله القانون بوحدو، لان هذا فيه نقاش وفيه تجاذبات. المساله الثانيه، لماذا قرار الاقصاء؟ الا ما كنتش الجامعه، كنقولوا الجامعه ما كانتش مستهدفانا كفريق، لماذا قرروا اقصاءنا من حلم بحثنا عنه لعقود؟ لازال المشوار طويل، لازال المشوار طويل للبحث على البوديوم، وهذا ما كنتمناوه حنا. هادشي اللي بغينا اليوم، حنا كنتحدثوا اليوم على هذا المشكل باش يتحل، باش غدا نشوفوا المولوديه في البوديوم، باش الموسم المقبل نشوفوها لما لا كتحمل احد اللقبين. هنا في كنتحدثوا، الا بقينا في هاد الصراعات ما غنشوفوهاش الموسم المقبل. هنا في كنتحدث، غتبقى الجهد اللي غتقدر تبدلوا المولوديه الوجديه في اشياء اخرى، في انتدابات وفي بحث على الالقاب، غتبدلوا في محاكم وفي بحث عن تعديل القانون وفي بحث على صراعات اللي المولوديه الوجديه كفريق وكفريق عنده تاريخ في غنى عنها. هذا رايي كمتتبعه وكعاشقه لهذه اللعبه كنتحدث به. السي مصطفى، ردك على الـ على الـ على الـ الحل ديال السي الهاشمي. الاقصاء. اقصاء كان غرامه. نعم. كانت في الاول قرار توقيف اللعيبه والامور مشات للمكتب الفيدرالي، المكتب الفيدرالي اللي حدد واحد الغرامه. نعم. وحدد ديك الغرامه وعطاها اجال، لان نعم. هاد الغش ما نسميوهش كي كنا كنسميو من قبل، هاد نوع الغش ولا اتحاد الصفه ولا شي حاجه، تحل المكتب الفيدرالي من وقعت غرامه وتحدد التاريخ. نعم. ديك الساعه ما بقاش المشكل ديال الاناث ولا مشكل ديال النادي، رفض انه يلتزم بقرارات الجامعه. نعم. يعني القرار الجامعه وبعد مراسلات الاولى المراسله الثانيه المراسله الثالثه، وكانت اعطينا فرصه اخرى بعد 31 افريل يمكن تلونا في تذكرت ولا لو 12 ماي، عاد اجتمع المكتب الفيدرالي بعد مراسلات انه يخصو ولا تاخذ معه اجراءات، يعني كاين واحد التنبيه واحد الانذار واحد الاخر. نعم. ما التزموش، يعني ما بقاش قرار ديال فئه السيدات ولا قرار كيعتب ان النادي ما بغاش يلتزم مع اسمح لي نوضح. نعم. لك امور اخرى ما بغاش يلتزم. اما عندنا ما بغيناش نستقبلوهم ولا، اولا كنا عندنا مكتب فيدرالي كنوجدوا المنتخبات، ثانيا السي الهاشمي يمكن ما فراسكش ان رئيس الفريق المولوديه قدم الاستقاله ديالو للجامعه يوم 6 مارس، يعني قدم الاستقاله ديالو من النادي. قال لك لا ما صفطوا لنا حتى حاجه. قال كاينه المراسله. هذا المعطى هذا خصني نستحسر بلاصه. تفضل. هذا كيبين للسيد رئيس الجامعه ما راهش عارف حتى واش كيس باس وعلى انتيريور ديال الجامعه. حنا دابا عندنا وثيقه رسميه محطوطه في 15 افريل. نعم. ديال الجمع العام لاعاده انتخاب السيد الرئيس ورفض له الاستقاله ديالو، ومسجله في في البيرو دور كيجي ريسبسيون في الجامعه. فيها اسمح لي، فيها انا هذه الفكره ديال علاش بغيت نقول هذه، بغيت نقول السيد الرئيس لان هادشي مشكل تواصل، مشكل تواصل راه مشكل تواصل بدا من المنطلق الاول. مساله المكتب الجامعي الاجتماع ديال المكتب الجامعي اللي حددنا الاقصاء. لماذا رفض المكتب الجامعي استقبالنا والتحاور معنا؟ ما دام انه قرار خطير ديال الاقصاء، اذا كان مبدا الحوار هو اللي كتامن به الجامعه، كان بالاحرى وبابسط الاشكال انه انكو التليفون امتي تلاتر اجيو اسيدي حضروا معنا غدا نتخذوا فيكم قرار مهم جدا، قولوا لنا شنو كاين، تخلصوا ولا ما تخلصوش؟ مع العلم اختي
مع العلم بالسادة المشاهدين أن الجام أنه لا يوجد نص قانوني كيقول خلص سير بلاص حتى الفورفي جينيرال. أنا قلتها وكنعاودها، الفورفي جينيرال اللي هو أكبر مخالفة داير له القانون في لاريا فيليات وضير مشات الجامعة ولات حتى الهضرة ديالنا. نعم دابا كتقول في لو 31 جوي اللي ما خلصش لا ريافيلياسيون تولي ازيرو. سي تادير هذا راه كيسمح لي سي الهاشمي باش نوضح لك، وانا انا كان هي كان انا كان كنذكر لا لا باش نوضح لك نقطه بنقطه يعني كان جينيرال يسمح لي يسمح لي. مرحبا. كاين عقوبات عقوبات عاديه وكاين غرامات عاديه وكاين للناس ديال لي فورفي جينيرال وكاين ديال لي ريزيرف وكاين بزاف ديال الغروبات. هذيك راه جرت العاده وكاينه في القانون انها كتخلص يوم تجديد الانخراط. سلام بي. هذا مشكل اللي قلت لك في القرار ديال المكتب الجامعي تحددت فيه لادات. هذا ماشي مشكل عادي، هذا راه انتحال صفه، هذا راه تزوير، هذا راه بزاف ديال الحوايج، راه في حاجه كبيره خصنا درنا لك رساله، درنا لك رساله على مشكل ديال اللاعب الامريكي في الفريق. علاش ما خديتش نفس الاجراءات؟ شكون هي؟ حنا درنا لك رساله كفريق المولوديه الوجديه على واحد ما بدا ما تناولته تواصل وسائل التواصل الاجتماعي حول لاعب نسب اليه حسب المعطيات نسبت اليه الصفه المغربيه اكثر من ذلك منح رخصه اللاعب كلاعب مغربي بدون توفره على الوثائق الضروريه للرخصه. وحنا كفريق درنا لكم واحد الرساله وطلبنا منكم، وانت قلتها في اذاعه راديو مارس وقلت باللي انه في اذاعه الوطن احدى الاذاعات فهمت قلت باللي انه اللي بغى شي توضيح حنا موجودين. حنا درنا لكم رساله وطلبنا منكم توضيح وقلنا لكم على الشكل التالي. تناولت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان احد اللاعبين منتمي لاحد الفرق لا يتوفر على الصفه ولا الجنسيه المغربيه وانه منحه رخصه لاعب مغربي مع العلم وانه لا يتوفر على بطاقه التعريف الوطنيه. مع العلم انه احنا عندنا عندنا قصه مع السيد رئيس المصلحه المعنيه بالرخص كيقول لك الا ما كانتش لاكارت ناسيونال هذيك لاباز دوني تخرج لك جوار اترونجي. دونك حنايا كنتسائلوا وطلبنا لكم التوضيح في اطار التواصل في اطار التواصل في اطار التواصل. نعطيك هي قلت لي دابا طلب لاكارت ناسيونال وداك الشيء، هي نعطيك هي مثال ديال الملف ديال باش حطيتي لا ليسونس ديال نبيل العمراني واش حاط لاكارت ناسيونال ديالو. لا فوتوكوبي ديال لاكارت الاول كان في الباسبور. باسبور لا فرونسي لا لا كيف اسمح لي اسمح لي راه لاكارت ناسيونال ماشي وثيقه، هي وثيقه تعريفيه. اما اللاعب الامريكي انا بعد توصل ما كتعنيش هي الجنسيه، ماشي الجنسيه الوثيقه. اما اللاعب الامريكي اما اللاعب الامريكي اللي كتقول كتنتسبوا له ولا كينتسبوا له الناس انه لاعب امريكي، هذاك اللاعب عندنا في مكتب الرخص اول ما توصلنا بهذيك الرساله اننا اتصلنا بالسي رئيس السي التونسي اللي عندنا واحد الثقه فيه كبيره، وجميع الانديه كتثق كتفتخر بانه كاين واحد الانسان بهذاك المصداقيه وبديك الجديه وبداك المعقول ديالو انه ما كيخرجش كما كان الشخص واخا ما عرف شكون يكون تما انه اللي ما عندوش حق ما عندوش حق. من اتصلنا به بانه يشوف الملف قال لك مغربي، قالنا مغربي، وباجل تبعيد الشبهات على جميع وعلى جميع باش نوضحوا للراي العام، حنا خدينا الملف باكمله مع الرساله ديال المولوديه الوجديه واعطينا ذاك الملف باكمله للمحكمه انها قلنا هاد الناس كيتصلوا كيشوفوا كيقولوا لك هاد السيد ليس بلاعب مغربي، وهما الوثائق اللي تعطاو للجنه لان ما يمكنش ذاك الوثائق غنخرجوهم للناس كاملين وتعطات للمحكمه، وهذا بغيناكم تشوفوه في لادات في المقال ديالنا. نعم. كنقولوا في التاريخ اللي ديبوزا لا ليسونس واش هذا مغربي ولا حتى موراه عاد ولا مغربي. اول حاجه فهمتيني اول حاجه غادي نحاولوا نسرعوا حيت عندنا واحد الوقت خصنا نحترموا في البرنامج غادي نحاولوا نسرعوا حيت المهم عندنا ان كاين النيه في يعني المبدا الرياضي، لان احنا هنا اليوم كندافعوا على واحد الرياضه اللي كتجمعنا اليوم كلنا. هذا نعاودوا نرجعوا للمشكل نعاودوا نرجعوا للحل بين الطرفين، لاننا اليوم في حاجه للحل لصالح المولوديه الوجديه ولصالح الجامعه الملكيه ولصالح كره السله الوطنيه. تفضلوا شكون اللي غادي يعطيني الحل؟ احنا بالنسبه لنا نعم الحل هو اللي عوص المشكل، اللي دار المشكل دار له انفتاح
سورته باللغه العربيه تعرف ديالنا اللي سورة المشكل نعم. هو راه عنده الساروت لانه حنا تقصينا ما كانش غادي يرجعنا للبلاي اوف كان يديروا يرجعونا حنا دونك اوتوماتيكمون كنطلبوا دابا بشكل رسمي انه اللي حل المشكل اللي سد المشكل يحلو مع اعتراف بالخطا. الخطا كاين حنا لا نناقشه. شوف كيف القانون مبدا تكافؤ العقوبه مع نوع المخالفه. راه ما يمكنش لا نوع المخالفه عقوبه كبيره جدا. لا العقوبه مع المخالفه لا غير هو دابا ممكن اللي سورتو العقوبه يعني المخالفه رانا نحن نتحدث عن تزوير. انا متفقه معك. انا اليوم اللي كنتمنى هو اننا يعني نخرجوا بحل يرضي الناس والمحبين ديال الكره ديال المدير وجده لان المدير وجده في حاجه لفريقها يواصل المشوار ديالو ويواصل هذا الموسم او المسيره الموفقه اللي بسم عليها هذا الموسم. متفق معايا؟ حنا دابا واحد الفكره قالها السي مصطفى هو نعم. انه درنا له حنا رساله توضيحيه نعم وكيأكد لنا مرات اخرى بان بدا التواصل غير موجود واليوم باش يرد علينا يقول لنا ودي فوالا فوالا قبل قال لك الملف كما هو ودار المحكمه. هذا يعني احنا دائما كنخرج المشكل كيخرج من لو كوتي سبورتيف وكيمشي لو كوتي هذاك اللي يثبت لان انا قلت لك انا هذاك لاعب مغربي الا قلت لك انا هذاك لاعب مغربي يمكن ما عتقليش يمكن عاد تقولوا بزاف الهضره اللي تقالت ولكن احنا ما نهضروش الهضره اللي تقالت. انا بغيت نعطيك الجواب بالقانون اثبات واش في ذاك التاريخ اللي جا ذاك اللاعب ودخل في ذاك التاريخ ما كنقولوش في هذه اللحظه في ذاك التاريخ انه ذو جنسيه مغربيه او جنسيه امريكيه. نسولك واحد السؤال سي مصطفى واش يمكن لشي لاعب مغربي يدي لا ليسونس بلا لاكارت ناسيونال؟ بلا لاكارت ناسيونال؟ هو ورقه تعريفيه يديها تكون باسبور نمره نمره د لاكارت ناسيونال ما تكونش نمره د لاكارت ناسيونال واحد تكون نمره باسبور ديالو نمره د لاكارت ناسيونال ما مطلوباش؟ ما مطلوباش انا اوبليغاتوار انايا كنقولها رسميا حنا السيد رئيس المصلحه كيقول لنا الا ما كانتش النمره د لاكارت ناسيونال اوتوماتيكمون يخرج الجوار اترونجي بلا باللوجيسيال بلا باز دو دوني فهمت كيقول لك هذا يعني الاشياء انا كنعتبرها جزئيات انا كنعتبرها جزئيات لا هي باش نوضح له نعم انا قلت لك هذاك اللاعب عطيناه للمحكمه هي باش نثبتوا لاسره كره السله كامله غتعطينا هي الحكم ماشي ضد المولوديه لا احنا شكينا راسنا لراسنا بغينا نثبتوا المتتبعين الكرام كاملين نعم. بان هذاك اللاعب بان السي رئيس المصلحه ديال الرخص انه خدم القانون ديالو نعم. والوثائق اللي عنده كتبت بان اللاعب ام مغربي 100% وتما غنسلموا لجميع الانديه النسخه ديال الحكم باش نكونوا واضحين معهم نعم وغنكونوا المحكمه تثبت في القضيه ديال السي المشكل ما يمشيش مخالف نعم حنا لا نناقشوا مغربي ويهضر حنا نعم. كنقولوا الجامعه ما يمكن لهاش تسلم رخصة لاعب مغربي بدون بطاقة تعريف ماشي بالازدياد ماشي بالازدياد بالازدياد ديال الاطفال انا كنقول لك الاطفال قلب اللي ما عندهمش لي كارت ناسيونال الصغار غيدفع بالازدياد ديالو والموافقة الاب اللي كيدوز لاخر عنده باسبور يحطو عنده لاكارت ناسيونال يحطها عنده باسبور يحطو عنده لاكارت ناسيونال كيحطها هذا قانون معترف به والانديه كامله راه عارفينه المسألة الجنسيه ديالو حنا لا نناقشوها لا نناقشوها نفرو في الشروط القانوني باش ياخذ نعم. لاعب مغربي نعم انا نعم. انا كنت سعيده باستضافتكم والحديث على هذا الموضوع. قبل ما نختم غنطلب منكم الا كانت عندك شي اضافه السي الهاشمي لان الموضوع حساس جدا وكيهم كثير. يعني تلقينا مجموعه من الرسائل في صفحه البرنامج ومجموعه من الرسائل على البريد الالكتروني للبرنامج كيطلبوا منا ان نناقشوا هذا الموضوع. كنتمنوا اننا نكونوا شبعنا الرغبه ديالهم في هذا في هذا في هذا في هذا الحديث. إلا كان عندك شي تدخل او ربما حديث اخير او كلمه اخيره. الكلمه الاخيره هو ان مولوديه وجده لا تستحق كل هذا العمل الذي يعني تمت ممارسته عليها. مولوديه وجده يتراسها رئيس مهاجر مغربي مقيم في الخارج والسي موسي توفيق قدم لها الغالي والنفيس فيها رجالات قدموا عملهم وكل شيء للمدينه تعترف بها. احنا كنا نتمناو اننا نحققوا الحلم ديالنا وكنا الى تقصينا فيه نتقصاو بالرياضه وما تقصاوش بجره قلم وشكرا. نعم السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه بوتلا كنتمنى يكون عندك تدخل في هذا الصدد ونتمنى انه يكون يعني
رأي متفائل لكل العاشقين والمحبين ديال فريق مودي توجدة. أنا كنقول مازال سي الهاشمي كيقول لك مودي توجدة مظلومة. لا لا الفعل هو كان مشكل وكان كان رد فعل، يقدر يكون رد فعل. احنا انا نقولها لك من هنايا، انا ممكن السي الهاشمي حنايا راه جامعه، احنا ماشي ديالنا راسنا وماشي ديال المغرب كامل. هاد الناس اللي كاينين في المكتب الفيدرالي راه ما عندهمش غرض انهم يقسيو فريق على فريق، وحنا كنعرفوا الرئيس ديال المولوديه الوجديه اللي كيضحي بالغالي والنفيس، هذا كنعترفوا به وصديق ديالنا، ولكن راه المشكل هو اللي خلى النوعيه ديال المشكل هي اللي كبرته هكا. يعني حنا يكون عندنا امل باش يتحل المشكل. حنا باب ديالنا مفتوح. نعم. ولا بغى السي الهاشمي يفتح حوار معنا. نعم. حنا كان مرحبا به نجلسوا ويتحل المشكل. حنا ما عندنا، حنا ما بغيناش الجمهور الكريم باش يتحل هذا المشكل. سمحي لي الاخت سهام، حنا ما بغيناش المولوديه تكون بعيده على على ما بغيناش حتى فريق نفس المنطقه. ماشي يعني حنا دابا بحال اللي كت لا 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 لا, 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 لا انا ما نخلطش باش نوضح للجمهور الكريم. انا هضرت اليوم على اشخاص قبل ما نهضر على الجامعه. دابا فاش قلت انتم كتنتميوا لنفس المنطقه والهدف او ربما اللي يجمعكم واحد النهار قبل ما تولي رئيس الجامعه الملكيه رئيس الجامعه الملكيه، فهو يعني انعاش او انتعاش هذيك المنطقه ديال 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 الشرق، ورجعوا تعيش واحد الصحوه رياضيه. كان هدف ديالك انت سي مصطفى في الحثيمه، وكان هدف ديال سي الهاشمي والمجموعه ديالو في وجده، وكانت هذا انا هذا ربما هذا قاسم مشترك. انا تحدثت باش نعاود نوضح للجمهور الكريم، فانا ما تحدثتش على شباب الريف الحسيمي، فانا هضرت على واحد القاسم مشترك جمعكم وواحد الهدف كان عندكم في واحد المنطقه معينه قبل ما تولي رئيس الجامعه. تفضل. انا كنهضر معاه كرئيس جامعه ممثل على جميع الانديه المغربيه. نعم. الجامعه المغربيه ما كتقصي حتى نادي. نعم. ومرحبا باي نادي. نعم. الاحترام القانون، احترام الانظمه. حنا نفتحوا الاخر المشكل، بغاو يجلسوا نهضروا مرحبا بهم الجامعه ديالهم. نعم. والمكتب المديري ديالهم وحنا ما بغيناش ويقدر يتلقى حل من هنا للمستقبل، وحنا املنا كبير باش يتلقى حل. تفضل سي الهاشمي بسرعه. احنا بالنسبه لرئيس الجامعه نقول له بلي ان الملف وضعناه لدى اللجنه الاولمبيه. نعم. وهي مختصه قانونيا في النظر في القرارات ديال الجامعه. نعم. وكنظنوا وكنتمنوا بان اللجنه الاولمبيه غادي تدخل وتحل بيناتنا المشكل، ونتمنوا انها تنصفنا. هذا هو القرار الطلب ديالنا في هذا المنبر الحر وهذا المنبر المباشر مع الاخوان مع الجمهور الرياضي. انا كنشكركم على حضوركم. سي بوتشيشه الهاشمي نائب رئيس فريق مولوديه وجده لكره السله. شكرا. وكنشكر سيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله سي مصطفى اوراش على مرافقته لنا على انتقال لمدينه فاس لحضور هذه الحلقه. شكرا اخت سهام، وكنرجع ونقول مبروك عواش رمضان مبارك للجميع الاخوان وللطاقم المشارك ديال كرونو 26 ولا نعم متتبعي كره السله وعائلات كره السله والمغاربه بالاجماع. نعم. وشهر رمضان مبارك. انا كنطلب منكم التحيه قبل ما نودع الجمهور. نعم. اذا شكرا لكم، شكرا لكم مشاهدينا على حسن الاصغاء والمتابعه. كانت هذه الحلقه من ميزون دوت ارابيسك بمدينه فاس. نجدد الشكر لكل الطاقم التقني والصحفي لرفقنا لإنجاح هذه الحلقة. لا تنسوا أن تراسلونا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج 26chrono@aradia.com، وكذلك ننتظر زيارتكم عبر صفحة البرنامج www.facebook.com/26chrono. سهام كليف تحييكم من مدينة فاس، إلى اللقاء.